شاكر السكان باسكنوا بهذه الحفاوة وحفاوة الاستقبال والحماس، وممتن لين ذاك شعورهم، ونعرف على انه شعور صادق. حتى انا ملي صادق معاكم سكان باسكنوا، اللي قلت لكم حق عندي باللي نعتبر علني وجودي معاكم قطعا علني هون ما نشعر بالغربة. وبارك الله فيكم كاملين. باسكنوا مقاطعة من اهم مقاطعات موريتانيا، لانها اولا منطقة والله مقاطعة حدودية، وقطعا علنها تعاني كيف كل مقاطعة والله كل بلدة موجودة على الحدود، مهما كانت مهما كان مستوى العلاقات مع البلد المحاد، يتم دائما على كل حال تحس هي منها لا بدالها من تسير شي من الامور اللي هي المقاطعة وسكانها. وشكرا وهنيئا للباسكنو اللي دائما كانوا يعرفوا كيفاش تسير ذيك العلاقات مع الجار ومع الاخوة الجيران، ويتحملوا ولافات ولين عادوا في الاوقات اللي الله يتحملوا فيها، ويتعاملوا مع ذاك بحكمة. وشكرا لهم كذلك على التعامل الجيد مع اخوانهم اللاجئين اللي جاوا هون معنا على كل حال الظروف في بلدهم عادت الحمد لله احسن، ونرجو جميعا على انها تتحسن الى ما لا نهاية حتى يكونوا في امان في بلادهم ويكونوا مرتاحين. لان على كل حال احنا الجار جارنا واخوتنا، ونبقوا لهم الله الخير والامن والامان، غير ما اللي لا جا حد منهم هون من اخوتهم يا الله يحسوا على انهم جاوا لاخوتهم. وشكرا لباسكن على ذاك التعامل معاهم، وشكرا لهم هم اللي على ذاك الانضباط والطريقه اللي يتعاملوا بها مع اخوتهم اللي هم ضيوف عليهم. وبالمناسبه شاكر منسقهم اللي قال لي على انه موجود هون ضرك في عين المكان. بالنسبه للشباب، الشباب باسكنوا انا شاكركم الين ذاك، وقايل لكم على اني نحسب عليكم، وان موريتانيا تحسب عليكم، بلدكم ووطنكم يحسب عليكم، وانتم هم الحاضر وانتم هم المستقبل.